من جانبه جدد الأمين العام لدول مجلس التعاون للخليجية الدكتور عبد اللطيف الزياني دعم دول المجلس لخطوات الرئيس هادي المستندة على الشرعية الدستورية المبنية على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وكذا مخرجات الحوار الوطني، مؤكدا رفض دول المجلس لما وصفه بانقلاب جماعة أنصار الله على الشرعية الدستورية في اليمن.